بالنسبه لمباراه الامس، تعالى برضو هستاذن حضرتك نرجع لها مره ثانيه ونقف كده عند نقطه بعينها ونتكلم فيها. كان في العديد من الفرص المهدره، يعني امبارح شفنا اكتر من فرصه راحت، بما فيها على فكره كلمه المهدره دي بما فيها ضربات الجزاء الثلاثه. تمام، حضرتك شايف ان اللي حصل ده كان عدم توفيق ولا كان تقصير؟ ده تقصير، الاساس تقصير، لان المجموعه دي بامكانياتها تدي افضل من كده. فتكون انك في هبوط في المستوى بقاله فتره، لازم يكون في تقصير. عدم توفيق ممكن تيجي في مباراه، ماشي، كل فتره مباراه اللعيبه مش هتقدر، او لعيب بشكل فردي مش هيبقى في التوب فورم بتاعته، بيجي وقت بيبقى التوب فورم في الهبوط. لا، وعشان نقول على هجمه معينه او على تسديده معينه ان كان فيها عدم توفيق، يبقى التسديده اتعملت مظبوط واتحطت بالشكل المظبوط بالقوه المطلوبه في المكان المطلوب، ولكن لسبب ما، يعني نتيجه بقى جوده الحارس، نتيجه القدر، ايا كان، ساعتها بنقول عليها عدم توفيق. لكن لما يبقى فيه تراخي، لما يبقى فيه هبوط من الفريق كله، هقولها لك ازاي يعني. اصل مش معقوله ال 11 لعيب غير موفق يعني. ممكن العب، تختلف مباراه لاخرى، في اثنين لعيبه ثلاثه غير موفقين، انما في ثمانيه موفقين بيأدوا بشكل كويس ومؤثرين في الفرقه، وبتقدر تحقق اداء كويس بشكل جماعي وتحقق نتائج، انما مش 11 لعيب، مش برضو حتى البدلاء مش موفقين. لا، يبقى هنا في مشكله. وبرضو هنرجع تاني للموضوع، التقارير وبتاع دي هتوصلنا نتائج كويسه ان شاء الله.